القضية دي قضية إنه الصحابة اقتتلوا في السلطة، لماذا يا أخي؟ وأي زول غلطك تعال جيبه لي. أما أن تقول لا موتوا وعلى خيامك أنت شماجي، هذا عين الجهل، عين الجهل وعين الكذب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون من أنفسهم أنهم مجتهدون في الحق، كل منهم يريد الحق ويريد الصواب. ثم هل من حسن الظن بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أمناء الشريعة وحماة الدين وحملة الحديث ومبلغي القرآن أن يظن بهم هذا السوء الذي لا نظنه فيما بيننا نحن بعدهم بخمسة عشر قرن؟ هذا دليل سفه من قائله، ولا أريد أن أقول دليل أنه سفيه. وصلى الله على نبينا محمد. يحاول أن يهمزني همزا أو يلمزني لمزا. يا شيخ ما تقول في من يقول بأن الصحابة اقتتلوا في السلطة؟ وأنا القائل أنت ما عارف القلب نو؟ أنا هنا، أنا هنا وما أدراك ما هنا، ثم ما أدراك ما هنا، هنا مجمع الرشاد. للأمانة أن الشيخ الحلبي بعد أن سئل هذا السؤال أجاب إجابة عامة، فأجاب إجابة يغلص فيها على القائل، لكن أحد الإخوة وأظن اسمه من؟ اسمه مين؟ أحمد طاهر نبهه وقال له بأن هذا السائل يقصد الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، فغير إجابته وحقب. لكن لا ينزل هذا الحكم على الأعيان، لأن كل أحد له حيثياته الخاصة في الحكم عليه. يا جماعة ده ما لعب، ده ما استهبال، ده ما غش، ده ما لعب على عقول الناس. والغريب المشايخ دي مواقفهم بتتبدل ما من سنة لسنة، بين يوم وليلة، بل بين عشية وضحاها مواقفهم قاعد تتبدل، مواقفهم قاعد تتغير، سبحان الله العظيم. ثم أتاني الشيخ في المكتب زيارة، أنا ما دعوته، دائما إذا أتى إلى هذه البلاد يأتيني زيارة كأخ لي في الله، ويعرف هو يعني لماذا يأتي، ويعرف قدري، ويأتيني كعالم من العلماء. لكنه أتاني وبين لي ما حدث، حتى أنه بشهادة يحيى هذا أسمعني يعني تعقيبه في رده بعد أن عرف أن السائل في قلبه مرض. قال لي أنا هذا ردت وعرفت أنه يريد فتنة، وهذا يعني ينبغي أن تسمعه مني يا شيخ. ثم ناقشته أنا في مسألة الصحابة نفسها ومعي يحيى هنا، والكلام ده في المكتب بشهادة ناس ويمكن يكون موسع، وبينت له أن هذه المسألة أن الصحابة اقتتلوا في السلطة هي ليست أنا الذي قلت بها، قال بها السلف، وسكت. فسكت الشيخ ما عارضني في هذا، واعتبر أن سكوته يدل على أنه لا ليس بيني وبينه خلاف في هذه المسألة. الحرب ده أنا كان قرأت له كتاب والله، ومع سوداني أردني قرأت له كتاب كامل تلاميذ الألباني، لكن تبين لي بالأمس مبارح جاب لي مقاطع صورة وصوت وكتاب للرجل، وجدت أن الرجل قد انحرف عن المنهج، وده عادي يعني قبل منك بعد ساعتين تلقاه تغير زمن بتاع فتن. نعم شو عرفت أنه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت أنه ليس بسلفي، وأنه من جماعة الإخوان المسلمين الذين يسنون على حسن البنا ويسنون على محمد حسان، بالإضافة إلى أباطيل كثيرة أخرى. أنت فاهم كلامي؟ القضية دي قضية إنه الصحابة اقتتلوا في السلطة، لماذا يا أخي؟ وأي زول غلطك تعال جيبه لي. أما أن تقول لا موتوا وعلى خيامك أنت شماجي. قال وأيضا فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة، هذا الكلام لم يكن على الإمامة، فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي، ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة ولا الزبير. موضوع ده منتهي يا ناس. يا ولد يا بتاع الإصلاح، أنت بتغرر معلومة إنه الصحابة اقتتلوا في السلطة وبتأكد عليها، ده كله عشان تنتقم مننا نحن؟
دين ما عندك، ورع ما عندك، خوف من الله ما عندك، ما بتخشى يوم القيامة طلحة والزبير وعلي أو معاوية وعائشة يكونوا خصماك يوم القيامة؟ ده كل شيء ننتقل منه. نحن بئسة التربية وبئسة المقصد وبئسة الجماعة، ديل ناس قوم سوء، والله قوم سوء هؤلاء. انت فاهم الحاصل شنو؟ ده الكلام والله بالراحة يا شيخ محمد صادق القادر، ونبستنا وقوم على حيلك، احنا بقول لك اقعد بالراحة، اقعد اذا اقعد بالراحة. احنا ما زعلانين، مبسوطين جدا لانه معانا الحق، ونحن اشوف بنرد على شيخ عمرو صبا وبنحذرك من العطالة دي. اوعى يجي واحد عيان عيان مريض تتاجر بها قضية الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا اصحابي غرضا، تتخذ الصحابة غرض عشان يطعن يتكلم في الصحابة، وذاك مبسوط. قلت شنو فيها ابو مزمل ابو بكر؟ يا زول مزمل طاير وابو بكر في ظلم، ده صحابة يا مرضان، صحابة يا مريض، لكن ده لا توقع منهم اي حد. كلمك مش انصار السنة، اصلاح مركز عام جمعية كله توقع منهم اي حد، اي شيء اتوقع منهم فهمته. عشان كده اوعى واحد يجي تاجر بالموضوع ده وناس كاتين حيلو. إنه الصحابة كان بقاتلوا من الأجمار، وقد يكون فيها حظ من الدنيا، وقد يكون فيها حظ من الدنيا. وده أول باطل وقع فيه الشيخ محمد مصطفى عبد القادر، إنه فتح موضوع الفتنة بين الصحابة ولف بيه قريب 7 كلمات ما بين محاضرات وما بين تعقيبات على خطب الجمعة وما بين ردود على ناس كان معهم الحق، والشيخ محمد مصطفى عبد القادر كان معه الباطل، ولا مجامل في دين الله عز وجل. وهذه الكلمة أقولها ردا على المندسين، بجب هدية وفي في جماعة يعني أهل بدع شايفين محاضرة الليلة دي كده خلاص السلفيين يتفرتقوا. لا، الحق الجماعة ما كان على الحق، ولو كنت شنو يا جماعة؟ ولو كنت وحدك. نحن ما دارنا نكبر كومنا، نحن دايرين نلتزم الحق الصراط المستقيم، على خلاف ما يرى الإخوان المسلمون. يقول لك ردوا على حنصفة، حنصفة رد عليهم، ردوا على فلان الهواري، هواري مان، ردوا على عبد الرحمن عامد. إذا اتفرتقوا معناته يشتتوا. يعني شنو اتفرتقنا؟ إذا كنا ملتزمين بالحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لئن نفترق على الحق خير من أن نجتمع على الباطل. رسالتي الثانية للدكاترة في البلد دي، في واحدين أنا عارفهم نحن مختلفين معهم في حاجات ثانية كثيرة جدا نحذرك منهم، لكن عارفين إنه الكلام ده باطل. هذا افتحوا خشم ونتكلموا، واحد تلقاه خايف يتلفت كده يقول لك مصطفى طبعا بيقبل علينا. يا ما يقبل عليك، خليه يقبل عليك، ده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساكتين. الواحد كان ساكت يقول لك هذا لا ينبغي، وإنه لا ينبغي. شو يا دكتور؟ قوم على حالك يا دكتور، قول الحق، لكن لابتين واحد عمته قدر الضربة ويجي يقتل حيله، ونحن عندنا دور. هذا دور مخك، أتكلم قول الحق، أنصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاتلين حيلهم ما بيتكلموا. فشوف دال ما بنصر لك سلفية نلقية في البلد دي. والله عرفت كلامي؟ كبر لك 3 من تنظيم الإصلاح. أنا قال لي جيب صورة الشفاتة دي، جيبه كده بعدك أنا واصل عينينا في الصورة بدون صوت. دي واحدة واحدة واحدة، أنا أوريك كل واحد منهم. هل على الألماء لابس عمة ده اسمه مهنا يونس، من أكابر تنظيم الإصلاح. اللابس عمة ده اسمه ياسر بتاع أمريكا، يبقى اللي بعديه المدنقر في الشيخ ده مهنا يونس، برضه من أكابر تنظيم الإصلاح. وفي نص المحاضرة قام وصى الشيخ، وصى الشيخ في أذانه للناس اللي حضروا المحاضرة، الزول اللي كان واقف جنب الشيخ على شمال الشيخ ده هو من أكابر تنظيم الإصلاح. جيب اللي بعديه، ده صلاح جوطة، ده من أكابر تنظيم الحلبي. جيب اللي بعديه، البجاي ده أبطاقية فيها ذهب ده بنظارة، ولدنا لابسين نظارات، ده محمد حسين الشجرة، سروري كبير تلميذ الطاهر أحمد الطاهر، تبا الأول شيخي. البجاي ما لابس طاقية ده، ده اسمه مؤمن زكريا، من أكابر شباب تنظيم الإصلاح، ساكن المهندسين، بيتهم بيفتح جنوب. في واحد تاني؟
قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لكن ما حسين الشيخ يطعن في الصحابة وذل بيضحك بيضحك مبسوطين خالص. أنا عندي بالكتب دي دليل على إنه الصحابة اقتدروا في السلطة صراحة، وأدلة كثيرة بجي أكلمك عنها وأتحدى بها الراسحي وأي عاقل. قال شيخ الإسلام، انتبه معي للكلام ده حسب الموضوع كله، قال: وأيضا فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة. خد بالك، مش قال القتال في السلطة؟ نحن ما عندنا مشكلة تقول لها السلطة معناها الإمامة والإمامة معناها السلطة والسلطة معناها الإمارة، هذا ما موضوعنا، ده ما موضوعنا. سميها السلطة، سميها الإمارة، سميها السلطة، ما تقاتلوا فيها، يسمى أي شيء ما تقاتلوا فيها، ده موضوعنا. هي الآن ما في صحابي كان داير دنيا أصلا، لا رجال الصحابة زي ما قال لك أبو بكر من الآثار، ولا نسوان الصحابة كما في البخاري حديث أنس قال: فجاء أبو طلحة الأنصاري وكان أكثر الأنصاري أو أكثر الناس مالا من نخل، فجاء إلى أم سليم يخطبها فقال: ما ها هنا دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. عنده قروش كثيرة، قال لها: المهر بتاعك الذهب والفضة. قالت: لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن أسلمت فذاك مهري. حتى نسوان الصحابة. أنس بن مالك قال فما ثابت البناني أحد الرواة قال: فما بلغنا أن مهرا أعظم من مهر أم سليم رضيت بالإسلام مهرا. فما في صحابة كانوا لدارين دنيا، لا مال لا سلطة لا خلافة لا إمارة لا ملك، لا نسوان لا رجالهم، ده واحد. الشيخ في المحاضرة بتاعته لما جاب البيان بتاعنا نحن اللي ردينا فيه قالت اللجنة الدائمة، نحن ما اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة هذه اللجنة الدائمة. انت فاهم الحاضر شنو؟ ده الكلام والله بالراحة يا شيخ محمد صادق القادر، ونبستنا وقوم على حيلك، نحن بقول لك اقعد بالراحة، اقعد اذا اقعد بالراحة، نحن ما زعلانين مبسوطين جدا لأنه معانا الحق. دكاترة اللي قاعدين ديل ما ينصروا ليك السلفية الحق أصلاً، عندهم جهاد واحد بيتلفت دار جماعة بتاعينه ما يتفرتقوا، يقول لك أنا لو تكلمت طبعاً ده حيقبل علي وأنا أخلي الشباب ديل يصادموا معاهم ويتعاركوا براهم ونحن نكون قاعدين بعيد. أقعد ونحن بننتهي من ده ونقبل عليك أنت يا عم، خلكم والله ما نخليكم، والساعة موجودة ما بنخليك يا دكتور الكاتن حيلك، كل الدكاترة في البلد عندنا معاكم نظام، بس الليلة الموضوع ده خاص بالبرنامج ده براو، ده خاص بالبرنامج ده، وعندنا برامج لكم كلكم إن شاء الله بتجي في حينها كلها. قال نحن جابنا بأسمانا هذه المزمل أبو بكر ومعهم، قالوا نحن قلنا إنه هو شيعي، نحن قلنا كلامك يا محمد مصطفى هو كلام الشيعة والرافضة، فرق بين الكلام ده وفي فرق بين نقول إنك أنت شنو بقيت شيعي أو رافضي، فما تبدل الحقائق وما تقلب الأمور وتكذب على المسلمين، فهمت كلامي؟ قال ابن حجر، ده ما مزم الفقيري، ده ابن حجر، قال ابن حجر: فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان. اسمع يا شيخ محمد مصطفى، كان بسبب قتل عثمان. انت فاهم الحاضر شنو؟ ده الكلام والله بالراحة يا شيخ محمد صادق القادر، ونبستنا وقوم على حيلك، نحن بقول لك اقعد بالراحة، اقعد اذا اقعد بالراحة، نحن ما زعلانين مبسوطين جدا لانه معانا الحق. واشهد الله الذي لا اله غيره، الشيخ ده بنمشي له مئات المرات، اي رد رديناه وبنودي له ويسمعه، انا اي رد على الهواري دعاة التميع على محمد الامين اسماعيل بودي له وبيسمعه، بقول له انشروا، بقول له انشروا طوالي، وفي ردود يقول لي انت لسه ما نشرتها انشرها، ده الشيخ ذاته، وبقول لي لسه انا دوري ما جاء، انا دوري بيجي، بس خلي جامعي ده يكتمل برد لك على الدكاتره ديل كلهم. الليله طلعوا الدكاتره ناس فاهمين، والله لا ادري هذا التغير الذي حدث للشيخ محمد صادق القادري من اجل من او من اجل كم، انا بتساءل ولا اتهم،
لا أدري من أجل من أو من أجل كم، ده تغير واضح.